البرنامج الذي يبحث في العالم بأسره عن حيوانات طريفة هو برنامج أطرف الحيوانات في العالم، وهو البرنامج الذي لا يعض أحداً، لذا انهض عن أريكتكم لمقابلة كلب سيثير إعجابكم، بالإضافة إلى عرض للكلاب. وسنشاهد غوريلات في معركة. كل هذا والمزيد مع ورد الخان في برنامج أطرف الحيوانات في العالم. مرحبا بكم في برنامجنا الطريف أطرف الحيوانات في العالم. ألاحظتم أن بعض الناس يريدون أن يبدوا مضحكين فلا يستطيعون ذلك إلا عندما تزل أقدامهم فيقعون مثلا؟ كذلك الحيوانات معرضة لارتكاب الهفوات. لنشاهد معا بعض الأخطاء التي ارتكبتها الحيوانات نتيجة لسوء التقدير. لابد أن كلاب الاستعراض تشعر بضغوط كثيرة، لكن هذا الكلب كانت له الضحكة الأخيرة، لأن أعين الجميع تركزت على الطريقة الرديئة في المشي لهذه السيدة. على الرغم من أن الكلاب والأطفال يحبون اللعب معا، إلا أنك لا تعرف متى قد يفقد أحدهم السيطرة على نفسه، كما فعل هذا الكلب عندما عرقل الصبي وأسقطه بخدعة السلسلة. القرد يحب الحلوى لكنه لم يرضى بقطعة واحدة فأخذ الكيس كله. لم يكتفي هذا القرد من قطع الحلوى التي تقدمها له هذه السيدة، ويتساءل أين تخبئ كل الحلوى؟ أيوجد شيء منها فوق؟ تتعلم الجراء من عمر مبكر كيف توظف طاقتها وانتباهها لتلبية حاجات البشر. هذا الكلب سيساعدك في خلع ملابسك، ولن يسأل عن السبب لماذا، لأن الجرو يحبك. هذا الرجل اعتقد أنه سيكون مسلياً لو صور قطيعاً كاملاً من الماعز إن قدم له شريحة من رقائق البطاطس، لكن يستحسن أن يقدم المزيد للقطيع. كثير من السواح في أستراليا يستمتعون عندما تتوسل إليهم حيوانات الكنغر طلباً لقطع الحلوى. لابد أن هذا الرجل يستمتع بإجازته رغم الركلات التي تلقاها. أما بالنسبة إلى هذا الرجل فهي عبء أيضاً. في اليوم الأول بكلية الإعلام يقولون للطلاب دوماً إن جوهر العمل كمراسل هو قوة التحمل. أعتقد لهذا السبب لا يتأثرون كثيراً عندما تعضهم الحيوانات أثناء تغطية مواضيع خاصة بها. لنشاهد هذه الفقرات الإخبارية لبعض الحيوانات العدوانية. نشاهد هنا مراسلين صحفيين يحاولان تقديم موضوع عن حدائق الحيوانات. على عمال النظافة في حديقة الحيوان أن ينظفوا الزجاج. لا شيء يحبه المراسل الصحفي أكثر من العثور على موضوع مميز يتمسك به بيديه وأسنانه. لكنه لا يتوقع من الموضوع أن يعضه. المراسلون الصحفيون ليس وحدهم من يتحملون غضب من يجرون الحديث معهم، وطبعا إن كنت تحمل ميكروفونا يشبه الماوس فأنت من يجلب المتاعب لنفسه. أتعرفون أنه بإمكانكم معرفة الكثير عن الحيوان من مجرد مشيته؟ ربما باستثناء السمكة فقط،
لنشاهد الآن تلك الحيوانات والتي تمشي بطرق مختلفة. ما يثير الفضول هو أن مشية دجاجة البراري تشبه واحدة من تلك الألعاب الصينية الآلية. لعل هذا الطائر يعيش في البرية، لكن طريقة سيره تشير إلى أنه قادر فعلا على سماع موسيقى الديسكو تعزف من على بعد مئات الأميال. إن مشية هذه الإوزة حادة الذيل تشير إلى أنها ذكر ناضج ويشعر برجفة بسبب موعده الأول. الطريقة السخيفة لمشي طيور البط هذه تشير إلى أنه كان يجب أن تنتعل زلاجات الجليد. أسخف طريقة في المشي هي عندما تحاول المشي فوق تلة جليدية منحدرة من دون زلاجات. تشاهدون في كل المطاعم أشخاصاً يضعون المناديل أمامهم ويستعملون شوكة السلطة لأكل السلطة. واضح أنه على مر السنين نسينا الأساسيات المهمة للطعام. نعرض لكم الآن مشاهد تعليمية حول طرق أكل الحيوانات. أول ما يجب أن تتذكره عند الأكل هو أن يكون لديك منقار طويل لتبحث به عن طعامك كما يفعل هذا الطائر، أو يكون لديك مناديل إضافية على الأقل لتمسح وجهك. عند تناول العشاء في الخارج، قم بحجز طاولة في وقت سابق. فربما لن تتمكن من دخول مطعمك المفضل لتأكل فيه. وفقاً لآداب السناجب في تناول العشاء، من المقبول تماماً أن تملأ فمك كله بالطعام. عندما تتجول الأيائل في المناطق السكنية، فعادة ما تخرج عن نظامها، وذلك بأكل كل شيء بدءا بالأزهار وصولا إلى أجراس الرياح التي تبقى داخل بطونها وتتسبب لها بالإصابة بالإنسان. ولا تنسى الفيلة أبدا، إن أشهى الأطعمة تكون داخل أكياس، وأحياناً أشهى الأطعمة تكون الأكياس فعلاً. إن تعلق الأمر بالمشروبات فعليك أن تطلب الكوب الكبير. بهذه الطريقة تستطيع أن تهضم به وجبتك وتغسل به وجهك في الوقت نفسه. His feet will be so froze he can't stand on them when he gets out. والآن سنشاهد روعة الحياة على الشاطئ ومباراة في متابعة كرة المضرب، بالإضافة إلى الكلب لاعب الصخور والضربان المعلب. كل هذا في برنامج أطرف الحيوانات في العالم. أتعرفون أنكم تقدمون تضحيات كثيرة من أجل حيواناتكم المدللة؟ كل يوم تفعلون هذا وتفعلون ذاك وتحاولون إسعادها. اللعبة التي تلعب بها لم تعد كافية، إذن السؤال هو ما الذي يمكن أن يجعلها سعيدة؟ قبل الإجابة يجب أن تفهموا ما هي طبيعة هوايات حيواناتكم. إن كان كلبك يشعر بالملل فقد تشتري له واحدة من تلك البالونات الكبيرة ليلعب بها. ولن يحظى سباركي بتمرين مفيد فحسب،
لكنه سيلهو أيضا مع جميع أفراد العائلة باستثناء هؤلاء الذين يريدون النوم. كلاب أخرى تحب أن تلعب بألعاب الشاطئ. كفردة الحذاء هذه التي نسيها أحد الصبية الكسولين. هذا الكلب يحب أن يلعب بألعاب المنتزه كهذا السلم. فهو مستعد للانزلاق إلى أسفل طالما سيتمكن من صعود السلم مرة أخرى. لكن على الرغم من كل شيء فإن أكثر ما يستمتع به الكلاب هو أبسط الأشياء كهذه الحجرة التي يمكنكم شراؤها $50 فقط من متجر الحيوانات الأليفة. هل أنتم مثلي تجدون أنفسكم أحياناً جالسين تشاهدون برامج تلفزيونية سخيفة فقط لرؤية بعض الإعلانات التي تقوم الحيوانات ببطولتها؟ لهذا قررنا ألا نجعلكم تنتظرون كثيراً. لكم هذا الإعلان. والآن حان الوقت مجدداً مع فقرتنا التي نسميها بريد الحيوانات. من حين إلى آخر أحب الإجابة عن الأسئلة الطريفة التي يطرحها علي المشاهدون، ومن تلك الأسئلة السؤال التالي: هل من الممكن وضع حيوان صغير داخل علبة حساء؟ إلى صاحب ذلك السؤال المهم أقول نعم وبكل سهولة. شاهد هذا المشهد كي تتأكد. لا تكن سخيفا آل، طبعا لا يمكنك وضع ضربان داخل علبة حساء. لكن يمكنك وضعه داخل علبة عصير. مشاهدة كتبت تسألنا: هل صحيح أن في بعض الدول يقطعون يد السارق؟ الحقيقة نعم، ولكن في دول أخرى يفعلون هذا. عند القبض على اللص يتم توكيل كلب صغير بلعق يده بشكل مستمر حتى تتبلل وتسقط من تلقاء نفسها. والآن ستشاهدون مخلفات اللاما. وكلباً يحترف لعبة الركبي. بالإضافة إلى القطط التي تقفز فرحاً. في برنامج أطرف الحيوانات في العالم. أخيراً قرر برنامجنا تشكيل فريقه الرياضي استعداداً لبطولات العالم المقبلة، وإليكم فريقنا الرياضي الجديد والذي سينال حتماً المراتب العليا. لا تنسى الفيلة أبداً ممارسة تمارين الغولف. لكنها تنسى أحياناً أنه غير مسموح للأفيال بدخول ملاعب الغولف. في الأصل استخدمت حيوانات اللاما في نقل لاعبي الجولف من حفرة إلى أخرى. أما اليوم فقد حلت محلها عربات الجولف، لكن لا يزال بإمكانكم رؤية اللاما التي تساعد اللاعبين في حمل عصي الجولف. إن كنت تستمتع بلعب الكرة مع والدك في صغرك، فلما لا تكرر التجربة نفسها من جديد مع كلبك؟ وبعد تدريب كاف يمكنك أن تدون اسمه في فريق الركبي.
ماذا تفعل عندما تريد أن تلعب بالكرة ولا يوجد أحد يلعب معك؟ تفعل ما يفعله هذا الكلب الذكي وتستعمل جهاز إطلاق الكرات. إليكم طريقته في العمل. تحقق أولاً من أن جهاز الإطلاق محشو بالكرات بالشكل الصحيح. قم بتشغيل نظام الإطلاق ثم الحق بالكرة. أحسن. يمكنك أن تلعب طوال النهار بهذه الطريقة. في بعض الأحيان تعلق الكرة لكن الكلب الذكي يعرف كيف يحل المشكلة، فهذا جزء من متعة اللعب. أيضا كل رياضي ذكي يعرف أهمية شرب الكثير من السوائل أثناء التمارين الرياضية. المشروبات الرياضية الشهيرة مذاقها جيد ويمكن تناولها مع البسكويت. أليس جميلاً أن نترك حيواناتنا تمرح على سجيتها في بعض الأحيان ونقف على مقربة منها كي نتأملها وهي تحك جلدها مثلاً بما تسنى لها من الأشياء؟ وربما تمادت في ذلك وفعلت أشياء أخرى. على سبيل المثال، قد لا تكون سعيداً إن اقتنيت هذه الهرارة التي ربتها عائلة من الضفادع. إن اقتنيت هذا الحيوان، فقد لا تكون سعيداً تماماً من اختياره للأماكن التي يرغب في حكها. ليست المشكلة أن الذين اقتنوا هذا الحيوان العدواني لا يقدرونه. إنما اضطرارهم إلى عيش بقية حياتهم داخل السيارة. وإن كنتم ستقتنون حصاناً وأردتم أن تعلموه الكلام، فيجب أن تكونوا مستعدين لتعرفوا رأيه فيكم. لا بأس بتلك الحركات الطريفة، ولكن ما رأيكم بشيء أكثر إثارة وتسلية وطرافة؟ من أكثر مميزات القطط هي أنها حيوانات فضولية جداً. هاتان القطتان تريدان أن تعرفا السبب الذي وضع لأجله أصحاب المنزل هذا الابتكار السخيف في وسط حجرة الجلوس. واضح أن هذه القطط لديها فضول طبيعي تجاه كرة المضرب. القطة الموجودة جهة اليمين يثيرها فضول ما يقوله اللاعب لحكم الخط. هذا قط يثيره الفضول ويريد أن يعرف من يقلد كل حركاته. ويثيره الفضول بشأن سبب عناده أيضاً. بعض القطط يثيرها فضول ما يجري وراء الأبواب المغفلة. بهذه الطريقة تستطيع أن تهضم به وجبتك في الوقت نفسه. هذه قطة يثيرها الفضول حول كيفية استعمال الشمع لإزالة الوبر. هذه القطة يثيرها الفضول لتعرف ما سيفعل الوالد عندما يعود من مطعم مكسيكي ولا يجد مناديل ورقية في الحمام بعد أن ينتهي. وهذه قطة يثيرها الفضول وتريد أن تعرف كمية الفرو اللازمة لسد المصفاة. حلقتنا لهذا اليوم انتهت. انتبهوا لحيواناتكم وإلى اللقاء.
Thank you.